وسعدتم صباحا مشاهدي الكرام، ودائما مع مختار تعليم قانون المرور. عندنا اليوم درس مختصر في الزاوية الميتة اللي هي أونغل مور، واللي يسموها النقطة العمياء. عندنا السيارة كما تشاهدون، السيارة أو العربة الخضراء، وعندنا في جانبها على اليسار هناك دراجة نارية. هذا يسمى شونت فيزيون سنترال، ولا عندنا حقل الرؤية المركزي، ولا فيزيون فيكس، وعندنا هذه يسموها شونت فيزيون بريفيريك، يعني حقل الرؤية المحيطية ولا على الجوانب. وعندنا ثاني هنا شونت فيزيون بريفيريك. عندنا هنايا موفمون دي زيو، عندنا موفمون دي زيو اللي هي حركة العين المجردة. عندنا هنايا هنا موفمون دو لا تيت اي دي زيو، هنايا عندنا حركة الرأس مع العينين، هنا رؤية ثابتة، وهنايا هنا حركة العين، وهنايا حركة الرأس مع العيون، يعني 180 درجة اللي باللون الأصفر هي رؤية مباشرة، فيزيون ديريكت، يعني ترى بالعين المجردة أو عن طريق تحريك الرأس. أما بالنسبة للمنطقة أو الزاوية باللون الأزرق اللي هي أونغل مور أو الزاوية الميتة الموجودة فيها الدرجة النارية، هي زاوية أو رؤية غير واضحة بالنسبة للسائق. نشاهد هنا هذا السائق لا يستطيع أن يرى هذه الدراجة النارية، والرؤية الغير المباشرة هنا نراها في هنايا فيزيون، هنايا بار لي ريتروفيزور، عندنا ريتروفيزور هنايا اكستيريور، وعندنا هنايا اللي في الوسط انتيريور. هنا الرؤية عن طريق المرآة العاكسة، وعندنا هذا باللون الأزرق هما للزوايا الميتة الغير الواضحة بالنسبة للسائق. ونرى كذلك هذا الرؤية الغير مباشرة فيزيون عن ديركت، هنا يكمن المشكل، هنا يكمن المشكل بالنسبة للسائق. هنا نرى الدراجتين الناريتين هي في حقل أو في زاوية الميتة، وهذان الدراجتين هاتين الدرجتين هما في يعني في الرؤية الغير مباشرة، يعني يراهم بالمرآة العاكسة، يعني تروفيزور الاكستيريور، ولا في التروفيزور الاكستيريور يستطيع أن يرى الدراجتين، يعني الدراجتين هذه والزوجة هم في الزاوية الميتة، ما يقدرش الشوفير يشوفهم. هذاك شونت فيزيون دي كونديكتور، شونت فيزيون دي كونديكتور يعني يقدر يرى بالعين المجردة. أما هذه كلها زاوية 180 درجة، هنا يقع المشكل، وهنا تكون الزاويتين الميتتين، ولهذا يجب الحذر والتنبيه إلى غير ذلك. وفي التأني السلامة وبالتوفيق.